أعزائي الطلبة في درس من دروس فضائية العراق التربوية، ودرسنا لهذا اليوم لمادة الأحياء للصف الأول المتوسط، وموضوع درسنا لهذا اليوم العضيات المكونة للخلية. أولا الشبكة البلازمية الداخلية تتكون من الأنابيب والحويصلات، وهي محاطة بأغشية تتصل بالنواة من جهة وبالغشاء البلازمي من جهة أخرى، ويوجد نوعان منها الخشنة والملساء، حيث تمتاز الخشنة باحتواء سطوحها على الرايبوسومات. إذن تكون الشبكة البلازمية بهيئة نبيبات أو حويصلات، تكون هذه النبيبات بنوعين الخشنة والملساء، الخشنة وذلك لاحتوائها على الرايبوسومات التي وظيفتها أن تقوم ببناء البروتين. أما التركيب، إذن أعزائي الطلبة نوضح الرايبوسومات تعريفها. هذه تؤدي هذه العضيات وظيفة حيوية مهمة. إذن ما هو دور الرايبوسومات؟ تؤدي هذه العضيات وظيفة حيوية مهمة جدا في الخلية، ووظيفتها تقوم ببناء البروتينات اللازمة للخلية، وهي أما تكون حرة تتحرك في السيتوبلازم أو مرتبطة بالشبكة البلازمية الخشنة. أما المكون الآخر من مكونات الخلية وهو جهاز كولجي، يتكون من تراكيب غشائية أو حويصلات تختلف في الشكل والحجم من خلية إلى أخرى، يقع بالقرب من النواة. إذا موقع جهاز كولجي قرب النواة. كما يسهم، إذن ما هو دور جهاز كولجي؟ ما هي وظيفته؟ إفراز العديد من المواد مثل الهرمونات والإنزيمات وغيرها، بالإضافة إلى إفراز السكريات المعقدة والبروتينات. أما التركيب الآخر من مكونات الخلية وهو الميتوكوندريا. الميتوكوندريا أعزائي الطلبة هي تراكيب أسطوانية محاطة بغشاء مزدوج. إذن صفة الغشاء في الميتوكوندريا مزدوج، أي غشاء خارجي وغشاء داخلي. الغشاء الداخلي يتكون من طيات تشبه الصفائح، والغشاء الخارجي يحيط بالداخلي ولا توجد فيه طيات. إذن الغشاء الخارجي عديم الطيات، والغشاء الداخلي حاوي على طيات. وتعد الميتوكوندريا مصدر لتحرير الطاقة في الخلية. إذن من المسؤول عن إعطاء الطاقة في الخلية؟ هي الميتوكوندريا. أما التركيب الآخر من العضيات الموجودة في داخل الخلية وهي الجسيمات الحالة. أعزائي الطلبة، الجسيمات الحالة هي عضيات محاطة بغشاء أحادي الطبقة. هذه صفة تميز هذه الأجسام، إنه أحادية الطبقة حاوي على مواد لها قدرة على هضم الجزيئات الكبيرة. إذن تهضم الجزيئات الكبيرة لتحولها إلى جزيئات أصغر، كجزيئات البروتينات إلى وحدات أصغر. وتعد الجسيمات الحالة وحدات لتنظيف السيتوبلازم من بعض الدقائق الغذائية والفضلات وغيرها من الشوائب. إذن تعتبر من المواد المنظفة للسيتوبلازم هي الجسيمات الحالة. أيضا أعزائي الطلبة، تركيب يوجد في بعض الخلايا، وهي عندنا هو الأهداب والأصوات. توجد في بعض الخلايا مثل التي وظيفتها تكون الحركة. إذن ليست في جميع الخلايا، وإنما فقط الخلايا التي تكون وظيفتها الحركة، كما هنا في الرسم اليوغلينا التي تحتوي على الصوت، والبراميسيوم يحتوي على الأهداب. إلى هنا نهينا أعزائي الطلبة موضوع الخلية ومكوناتها. نأتي الآن إلى الدرس الآخر، هو الخلية النباتية والخلية الحيوانية. إذن هناك نوعين من الخلايا حسب المكونات الموجودة فيها، هي الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية. إذن ما العضيات المميزة للخلايا الحيوانية؟ إذن شلون نعرف هاي الخلية حيوانية؟ توجد عضيات مميزة. أولا الجسيم المركزي. الجسيم المركزي وهو تركيب خلوي يقع قرب النواة،
أيضا الموقع قرب النواة يساهم في عملية انقسام الخلية. إذا الوظيفة يساهم في عملية انقسام الخلية. كيف يبدو تحت المجهر؟ ويبدو تحت المجهر على شكل جسم صغير يحتوي على زوج من المريكزات، بشكل زوج من المريكزات المتعامدة بهذه الهيئة أعزائي الطلبة. والمريكز عبارة عن اسطوانة، هذا المريكز مكونة من 9 مجاميع من النبيبات المحيطية، وكل مجموعة تحتوي على 3 نبيبات. هذه النبيبات هي النبيبات الدقيقة، ويوجد الجسيم المركزي في الحيوانات الراقية فقط، هذا شيء جدا مهم، ولا يوجد في خلايا الحيوانات البدائية. التركيب الآخر اللي يوجد عندنا أيضا اللي يميز الخلايا إذا كانت حيوانية أو نباتية، وهو الجدار الخلية. تختلف الخلية النباتية عن الحيوانية بأنها لا تحتوي على جسيم مركزي، ولكنها تحتوي على عضيات أخرى. ما هذه العضيات أعزائي الطلبة؟ أولا جدار الخلية هو جدار سميك يحيط بمكونات الخلية، إذن هو يحيط ويغطي الغشاء البلازمي الذي يقع إلى الداخل منه. إذن بعد الجدار الخلوي يأتينا الغشاء البلازمي. ما وظيفته؟ يوفر الصلابة والحماية والإسناد للغشاء البلازمي. والسيتوبلازم هو والسيتوبلازم، إذا جميع المكونات صلابة وحماية وإسناد للغشاء البلازمي والسيتوبلازم، وهو الذي يحدد شكل الخلية أي الخلية النباتية. مما يتركب جدار الخلية؟ ما هو تركيبه؟ 3 طبقات هي الصفيحة الوسطى والجدار الابتدائي والجدار الثانوي. نأخذ التركيب الآخر اللي يكون أيضا موجود في الخلية النباتية، وهو البلاستيدات وأنواعها. البلاستيدات وهي عضيات خلوية توجد في سيتوبلازم الخلايا النباتية، أشكالها بأحجام وأشكال وألوان مختلفة، وتكون على عدة أنواع: البلاستيدات الملونة، والبلاستيدات عديمة اللون، والبلاستيدات الخضراء. البلاستيدات الملونة تحتوي صبغات ملونة مختلفة كالأحمر والأصفر والبرتقالي. ما وظيفتها؟ تعطي ألوان الأزهار والثمار كما في الجزر والبنجر والنباتات ذات الألوان الغامقة. إذن ما سبب اللون في الجزر وذلك لاحتوائه على البلاستيدات الملونة؟ النوع الآخر من البلاستيدات عديمة اللون خالية من الصبغات، وتشكل مراكز لتحويل سكر الجلوكوز إلى نشا، وكما في البطاطا، فلذلك نلاحظ أنه البطاطا تكون بيضاء اللون وهو سبب اللون الأبيض في البطاطا. النوع الآخر من البلاستيدات وهي البلاستيدات الخضر، وهي البلاستيدات الشائعة هي في الخلية النباتية، تحاط بغشاء مزدوج وتحتوي على صبغة اليخضور أو الكلوروفيل. تسبب اللون الأخضر في الأوراق، إذن سبب اللون الأخضر في الأوراق هو البلاستيدات الخضر وأجزاء أخرى من النبات، كما تشترك بعملية التركيب الضوئي التي تؤدي إلى صنع الغذاء عن طريق تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزونة في المادة الغذائية. إذن تعطي اللون الأخضر للنباتات، بالإضافة إنها تسهم ولها الدور الأساس في عملية البناء الضوئي عن طريق تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزونة في المواد الغذائية. أيضاً أعزائي الطلبة، التركيب الآخر اللي موجود عندنا في الخلايا وهو الفجوات. موجودة أعزائي الطلبة الفجوات في الخلايا النباتية والحيوانية، لكن توجد بكثرة في الخلية النباتية اليافعة الحديثة، ولكن عندما تصبح الخلية بالغة تتحدد هذه الفجوات في فجوة عصارية مركزية كبيرة وواحدة. وهذا أعزائي الطلبة هذا رسم الفجوة اللي تكون كبيرة وتحتوي على العصير في داخلها. مهمتها خزن الغذاء والماء والأملاح المعدنية والفضلات لحين التخلص منها. إلى هنا ننهي أعزائي الطلبة درسنا لهذا اليوم، والتقانا بكم في دروس أخرى إن شاء الله.